تصريح لبيب جوارديولا الفائز بأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. تخيلوا حضراتكم جوارديولا قال إيه. بصوا الأدب والأخلاق وال مش عارف أقول إيه والرقي. بيب جوارديولا بعد ما سألوا قالوا له بتهدي الجائزة دي لمين؟ قال لها بهديها لكل المدربين في الدوري الإنجليزي وخاصة يورجن كلوب المنافس الأول لنادي مانشستر سيتي اللي كانت لآخر مباراة 97-98 وده دوري إنجليزي أقوى دوري في العالم. شايفين الرقي والاحترام والأدب؟ هل ده ممكن يحصل في مصر؟ مش يطلع هنا ده يخبط في ده وده يقول لك ده والحكام ده كذا وقصص وحكايات وروايات. النادي الأهلي ممكن يعمل كده. النادي الأهلي أنا واثق وأثق أن النادي الأهلي ممكن يعمل كده. لكن أي أندية تانية صعب. أنا بس حبيت أقول لحضراتكم ثلاث أربع حاجات كده من الحاجات اللي إيه المهمة اللي كانت بتتقال خلال الفترة اللي فاتت علشان نبقى دايما مع حضراتكم وعمرنا ما هنسكت على حاجة. زي ما قلت لكم أنا يعني عمري ما هسكت على حاجة طالما هي حق للنادي الأهلي أنا عمري ما هسكت عليها. طالما سكتنا عن حاجة يبقى هنسكت خلاص. لكن كل ما هو حق للنادي الأهلي لازم هنتكلم فيه ولازم هندافع عنه. مطلوب عدالة تحكيمية خلال مباراة بكرة، خلال كل المباريات القادمة للنادي الأهلي. مطلوب عدم تزييف الحقائق للناس وإثارة الفتن من الناس اللي بتتكلم. ومن فضلكم بلاش نعكس الآية، وبلاش الظالم يبقى هو المظلوم، لأن احنا رصدين وشايفين وبنقول لحضراتكم وهنرصد كل حاجة خلال الفترة القادمة. معلش طولت على حضراتكم النهاردة، ولكن موضوع كان لازم اتكلم فيه مع حضراتكم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل فقرتنا الاولى. دكتور احمد ثابت هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات فيما يخص نادي انبي واهم نقاط القوه والضعف في نادي انبي بعد هذا الفاصل.